ليست أزمة بين فرنسا وتركيا، لقد حصل حادث عسكري لم يكن في الحسبان ومسؤوليته على عاتق السلطات التركية وعلى عاتق الجيش التركي، وهذا الحادث استهدف سفينة فرنسية كانت تشارك في عملية أمنية عالمية للحماية لحماية الحدود البحرية لليبيا. ولكن هذا حادث، ولكن ما يحصل الآن وهو يأتي من خلال مبادرات تركية تستهدف إلى إبقاء ميليشيات تحت أمرتها مع أسلحة قوية وكثيرة في ليبيا، وبالتالي للسيطرة على ليبيا. هذا الوضع هو الأزمة، أزمة دولية من الطراز الكبير، ويبدو لي أن ليس فرنسا وحدها ولكن كل الدول المعنية وكل الدول والمجتمع الدولي بشكل عام عليهم أن يذهبوا إلى مجلس الأمن وأن يطرحوا هذا الملف. وهذا الوقت، لقد حان الوقت لكي تتحرك الدول المتوسطية، الدول التي تأمل للسلام، التي تعمل لحل المشاكل سلميا، عليها أن تجتمع وأن تضع حدا للتحركات التركية، وهي بصراحة تركيا هي المسؤولة عما يحصل.